تسألني إيه هو الغرض من دراسة السيرة؟ الغرض من دراسة السيرة، لأن السيرة هي سيرة خير خلق الله على الإطلاق، لابد وأن نتعرف على شخصيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الإنسان إذا ما تعرف على رجل له مكانة فلا بد أن يسأل عن أخلاقه، يسأل عن سلوكياته، يسأل عن طريقة حياته وهكذا. أما إن تحدثنا عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا أننا نتحدث عن رسول اصطفاه ربه جل في علاه، جعله إماما لجميع المرسلين، وجعله سيدا لولد آدم أجمعين. والذي قال هذا هو الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. قد يقول قائل هذا لم يأتي به نص في القرآن، نقول إن السنة متممة للقرآن. القرآن هو الوحي المتلو، المصدر الأول للتشريع، وتأتي بعده سنة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فسنته تنبئنا بذلك، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يتحرك أو يسكن إلا بوحي من الله رب العالمين، كما قال تعالى في صدر سورة النجم وما ينطق عن الهوى. ولما قال وما ينطق عن الهوى زك الحق تبارك وتعالى كل جارحة فيه، كل جارحة من جوارح سيدنا النبي مزكاه من قبل الأعلى جل في علاه، فزكى عقله، فقال تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى جليسه الذي كان يتنزل عليه بالوحي الشريف فقال علمه شديد القوى، زكى سبحانه وتعالى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى الحق تبارك وتعالى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكى تبارك وتعالى أمره كله وتيسيره له ورفع ذكره في العالمين، بل قرن الحق تبارك وتعالى اسمه باسم الله العلي جل في علاه. فهناك كما يأتي في الخطب في الجمع والجماعات، وكما يأتي في الأذان، وكما يأتي في الإقامة، وكما يأتي عند إعلان الشهادة الأولى للدخول في الإسلام، ما يقول أحد أشهد أن لا إله إلا الله إلا ولا بد أن يتبعها بقوله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشق له الإله من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حسبنا إذا أردنا أن نتعرف على سيرته، أولا أن نعلن إعلانا يقينيا عن تأدبنا مع شخصه الكريم، لأن الله تبارك وتعالى عاتب على أناس رفعوا أصواتهم بين يديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وجاء النهي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.